دونك 22 دينار فيه ثلاثة مرقاز 100 غرام كبدة 200 غرام سكالوب بولي وفيه الكبتاجي عظمة مقصوصة ب 22 دينار عند المامو في العوينة. اهلا وسهلا بالجميع، رضا الله يلا برضاء الوالدين. نلتقيو اليوم من العوينه من ريستورون مامو مع الشيف نبيل. فقط نحب نسالو في البدايه من غير ما نسال شنو هذا يا نبيل، شنو هالبلا هذا؟ البلا هذا يا بلا مامو اللي هو اختصاصنا، وهي حاجه مزيانه برشا برشا، حاجه حلوه برشا برشا، وحاجه فرحه برشا برشا، ما تبقاش عند الناس الكل ان شاء الله كان عند مامو. نبدو بالتدريج مكوناتها واحنا ماشيين. يلا نبداو بالكفتاجي اللي هو من لي باز الكونتيتي هذه كل بعد انا البورسيون اللي فيه نتاع شخص ولا نتاع شخصين اون برينسيپ كيفتيش نحكي على كيفتيش كيفتيش هو الشخص شخص. اذا كان هما مش جعانين باش نجم يوكل شخصين تتعد تعدي مرحله كابت العظم كيفاش جاتكم الفكره نتاع البلا مامو نبيل؟ هذه عرفنا هو أيه. اللي بروبوزال الحكايه هذه واللي هو يعني في التجربه الاولى نتاعكم مع الكليونات نجحت ما نجحتش؟ نجحت بكدا بكدا ومطلوب بكدا بكدا وخاطر حاجه مزيانه برشا برشا وحاجه فاحه برشا. المكونات نتاعها الكل في الكل على اساس شنو اخترتوا مثلا خليط نتاع المكونات في البلا هذا؟ خليط نتاع المكونات اللي هو الكفتاجي اللي يمتازوا به كان احنا قهوه كان ماما قهوه خاطر الكفتاجي هذا ما تلقاهوش حتى في بقعه فهمتك خاطر الكفتاجي خاص بماما بس كنت تخدم كفتاجي مش اي كفتاجي كفتاجي هذا خاص بماما انا هذه العظيمه المراوبه زيد قطعها معاهم قطعوها معاهم واضح من بعد نمشيو لمرحله نشويهم الجلياد نتاعنا هو مكون من من لي باز اللي هما اسكالوب سكالوب كبده سكالوب بولي ولا سكالوب ديدانت سكالوب بولي سكالوب بولي اي وكبده ومرقاس واضح دونك اللي تخدم فيه البنوته من غادي الشيف اللي بجنبنا شيف راقي شيف راقي مرحبا شنو فيح هذاك لي زانغريديون لي زيبيس شيف نبيل ترى قداش ميزان مثلا نقولوا احنا نتاع السكالوبولي هذا السكالوبولي فما في قريب 200 غرام 200 غرام انتر 280 و 200 غرام باهي وشنو الميزتي دو وقتنا شيف شيف راقيه راقيه كبده كبده علوش لا كبده بقر كبده بقر شديتو مرقاز هذيك الكبده نقولوا احنا 100 غرام هكاك في الحاجه 100 غرام 100 غرام ونضيفوا له نضيفوا له كعبة المرقاز قداش كعبة مرقاز شاف؟ ثلاثة كعبات مرقاز نضيفوا له أما مرقاز رويال مرقاز رويال شخص قاعد اكيد كيت حين تونسي احنا ما عارفين بس حين تونسي صحيح انا تعجبني سلطتك يكون فيها النعناع بصراحه وهذه سلطتنا فيها النعناع وقتها الصحن التونسي واللي عنده رونق وعنده جو وعنده مذاق بصراحه عالمي عالمي وهذاك احنا اختصاصنا برشا دو برشا برشا ناس تحب تقلد الصحن التونسي ما خلطوش الصحن نتاعنا في الكفتاجي في اللي في اللي في اللي بلان نتاعنا الكل حاولوا يقلدونا برشا وما نجموش على خاطر هذه حاجات يعني نمتازوا بها احنا في مامو اسكو مربوطه بالاخر قدرات التونسي في المطبخ والا بالليزانغريديون معناها التوابل والفحات اللي موجوده عندنا لا مربوطه بقدرات التونسي احنا عندنا عرفنا اخترنا كل كعبه كعبه بالواحد بالواحد كل واحد اختصاصه ايكيب كامله لمنا الكل مع بعضنا وتفاهمنا و جاوكم به جاونا به يخلص فيكم بالقدا
أكيد أكيد أكيد. عارف من بعد يسمع السؤال هذا صحيح شد فيكم الصحيح. والله أسمع. حط شوية بصل، حط شوية ملح على الفريت، نعطيه ضربة زيت زيتون، كعبة زيتون، ديرها فلفل برلابيت. وهذا بلامام، هذا المامو، هذا مامو. هاي السي نبيل اللي شاف يا بي مامو في المامو أقل سوام 22 دينار فقط. 22 دينار فقط. فقط. دونك 22 دينار فيه ثلاثة مرقاز، 100 غرام كبدة، 200 غرام سكالوب بولي، وفيه الكبتاجي عظمة مقصوصة ب 22 دينار عند الممو في العوينة.